معالي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، أصحاب المعالي والسعادة، حضور الكريم، يطيب لي أن أشارككم افتتاح أعمال النسخة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه. هذا المؤتمر الدولي الذي يعتبر الحدث المائي الأبرز في المنطقة العربية بفضل جهود الحكومة المصرية التي عملت على تطويره وإثراء نقاشاته منذ إطلاقه في عام 2018. وأشيد في هذا الصدد بمخرجاته التي نحرص على عرضها دورياً ضمن أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه، لما لها من أثر في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مجال المياه. اسمحوا لي ألا أتحدث في هذه اللحظة إلا على المأساة التي تدور حالياً في غزة. نجتمع اليوم هنا في القاهرة وقلوبنا مع غزة الجريحة، غزة التي ترتكب فيها إسرائيل مرة أخرى وعلى مرأى العالم جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائمها المليء بما ارتكبته من انتهاكات ممنهجة منذ النكبة في عام 48-49، رغبة منها في استكمال مخططها بدفع سكان غزة المكونين أصلاً من لاجئين إلى الهجرة مرة أخرى، وذلك بقصفهم عشوائياً، ولكن أيضاً من خلال حرمانهم من أدنى الحقوق الإنسانية، وأعني هنا الحق في المياه والحق في الغذاء والحق في العلاج وكل الحقوق الإنسانية الأخرى. سيسجل التاريخ مرة أخرى أن إسرائيل تطبق بلا رحمة سياسة الأرض المحروقة عبر استهدافها المقصود لمحطات المياه والصرف الصحي والمستشفيات في غزة من شمالها إلى جنوبها بأسلحة شديدة التدمير لفرض التهجير الفلسطيني بشكل قسري، سعياً منها لتصفية قضيتهم على حساب حقوقهم وعلى حساب دول الجوار. إن شدة التدمير التي لحقت بالمرافق الأساسية تدل على رغبة مقيتة لصناعة الخراب وجعل ما تبقى من الأراضي الفلسطينية غير صالحاً للحياة، ظناً منها أن نشر اليأس في قلوب الفلسطينيين عبر سياسات العقاب الهمجي سيدفعهم إلى الاستسلام، ولن يحدث هذا قط. إن إسرائيل تستهدف البنى التحتية الفلسطينية كما فعلت من قبل في جنوب لبنان وفي سوريا بدون أي قيود ودون مراعاة لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي أذكر أنها جرمت في المادة 54 من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف مهاجمة أو تعطيل نقل المواد التي لا غنى عنها، ومنها مرافق المياه وشبكات الري، كما اعتبر ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تدمير البنية التحتية وشبكات المياه جرائم حرب، وغيرها من المواثيق الدولية التي تحظر استخدام المياه كسلاح ضد المدنيين. لقد فضح الاعتداء الأخير مواقف أولئك الذين يكيلون بمكيالين ويبررون جرائم استهداف شبكات المياه والصرف الصحي
والكهرباء التي تقترفها إسرائيل بأنها دفاع عن النفس، ويستنكرون نفس الأفعال في مواقف أخرى. وأذكر في هذا السياق أننا قد رأينا تلك الإزدواجية أيضاً في باقي قضايا المياه العربية، فعندما تطالب دولة مثل مصر بحقها في الحياة، يتحدثون عن حق إثيوبيا في التنمية، ولا أحد في الحقيقة في العالم العربي يعارض التنمية في إثيوبيا، بل على العكس يعمل على المساعدة في تنمية إثيوبيا. وعندما تطلق الدول العربية مشروعات استراتيجية في قطاع المياه، نراهم يشككون فيها وينتقدون أثارها المحتملة على البيئة. إنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها إسرائيل باستخدام المياه كسلاح، فهي لم تكتف بسرقة المياه العربية فحسب، بل استهدفت بشكل ممنهج كل منشآت المياه لإدراكها بأهمية ذلك المورد الأساسي في الحياة والاستقرار والتنمية، ورغبة منها في التضييق على الفلسطينيين وإبقائهم تحت رحمة العطش والجوع والأمراض. وتدرك جامعة الدول العربية جيداً خطورة تلك الممارسات التي تهدد الأمن المائي العربي، وتبذل من خلال المجلس الوزاري العربي للمياه جهوداً كبيرة للتصدي لها. كان آخرها الدراسات التي أعدتها شبكة خبراء المياه العربية العاملة تحت مظلة المجلس لتقييم أضرار قطاع المياه في غزة، حيث قامت الأمانة العامة للجامعة بحشد الأموال اللازمة لإعدادها. وتتذكرون جميعاً أننا عرضنا نتائج تلك الدراسات في شهر يوليو 2022 بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث دقت ناقوس الخطر حول الأوضاع الكارثية التي آلت إليها شبكات المياه والصرف الصحي جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. هكذا كان الوضع في غزة منذ عامين، وضعاً كارثياً عندئذ، فكيف هي الأوضاع اليوم في ظل ما نراه من مشاهد مروعة؟ حقيقة لا يزال الأمن المائي العربي يتعرض لتحديات متعاظمة تهدد باستمرار تراجع كميات المياه على نحو مقلق في منطقة تعاني أصلاً من شح المياه، وهي تحديات معقدة ومتشابكة يتطلب التعامل معها مضاعفة الاستثمارات العربية في قطاع المياه وتعزيز العمل العربي المشترك، لا سيما في مجالات تبادل الخبرات وتوحيد الصفوف تجاه قضايا المياه العالمية وإطلاق المبادرات التي من شأنها الحفاظ على المياه. وقد بذلت الدول العربية جهوداً مقدرة في هذا الشأن سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وأشير هنا على نحو خاص إلى جهود مصر خلال قمة المناخ COP28 بشرم الشيخ، حيث نجحت في بناء توافق دولي حول ثلاث ركائز تهم الدول النامية، وهي صندوق الخسائر والأضرار، وإدراج المياه كوسيلة لمجابهة التغيرات المناخية، عبر إطلاق مبادرة المياه من أجل التكيف المناخي، واعتماد مبادرة الإنذار المبكر للجميع التي تقدمت بها الأمم المتحدة. واتصالاً بموضوع الإنذار المبكر للتحذير من مخاطر الكوارث الطبيعية، تتذكرون جميعاً كيف تسبب أعصار دانييل في انهيار سد درنة بليبيا مسبباً كارثة إنسانية،
وأرى أنه من المهم العمل على تعزيز قدرات الإنذار العربية استعداداً لأسوأ الاحتمالات، إذ أن تكلفة الاستعداد لكوارث المياه أقل بكثير من خسائرها. لكن ثم مشكلة حقيقية تتعلق بجغرافية المنطقة العربية، حيث تقع العديد من السدود خارج حدودها، ولا تملك الدول العربية معلومات كافية حول وضعها وظروف صيانتها. ولا شك أن كل من سوريا والعراق تعانيان فعلا من ذلك. ختاما، لا تفوتني الإشارة إلى أن أعمال هذا المؤتمر تتضمن اجتماعا عربيا تحضيريا للمنتدى العالمي للمياه الذي ستستضيفه إندونيسيا في شهر مايو 2024، وأيضاً اجتماعاً للجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة المنبثقة عن الاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة العرب. أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، وشكراً جزيلاً على هذه الدعوة.